الهدف ديال هذا الستاج وهو الاحتكاك ديال لي زاتليت جودوكا بنات وولاد من العصب باش يدخلوا مع ليكيب ناسيونال ويتدربوا معهم. والهدف الثاني وهو الطاقم التقني هو تيحرص على باش لو روبيراج ديال لي نيفو طالون. كاينين شي وحدين في العصاب اللي كانوا ما بينينش مزيان مع هذه الجائحه اللي دارت وما داروش تظاهرات، دونك كاينين شي وحدين اللي غيكونوا يقدروا يتوفقوا ان شاء الله ويقدروا يدخلوا مع الفريق الوطني المغربي. احنا اليوم تتواجدوا بالدوجو ناسيونال ديال الجامعه الملكيه المغربيه للجودو وفنون الحرب، وكيف ما تتشوفوا فهو تربص خاص بالمنتخب الوطني للنساء. بالمناسبه فتحنا المجال في هذا التربص لجميع الجهات ديال الجودو المملكه اللي هما 12 عصبه في المغرب، واستدعينا لهم البنات الكبار لي سينيور باش يحضروا معنا في هذا التربص. وسبق لنا في هذه واحد اسبوعين تقريبا في تاريخ 10 11 12 دجنبر قمنا بنفس العمليه واستدعينا لي جونيور ديال الجهات. الهدف من هذا التربص هو فتح المجال بطبيعه الحال للعصب ديالنا والبطلات ديالنا اللي في جميع المملكه باش يتلاقاو ويدربوا مع البطلات ديالنا في المنتخب الوطني باش ياخذوا الخبره وياخذوا فكره على العمل ديال الاداره التقنيه وعلى الاستراتيجيه والبرنامج والمشروع ديال الجامعه الملكيه المغربيه للجودو وفنون الحرب. فبهذه المناسبه تنشكروا لجميع الرؤساء العصاب اللي تجاوبوا معنا، وتنشكروا جميع هاد البنات اللي هما بناتنا لي سينيور دخلوا معنا اليوم، وتنقولوا بانه الجامعه الملكيه المغربيه والاداره التقنيه ولا الاطر التقنيين يعني مفتوحين هما رهن الاشاره لجميع الابطال، وشكرا لكم. السلام عليكم. احنا الان متواجدين بمعسكر تدريبي بمدينه الدار البيضاء، يعني في هذا المعسكر ديال هذه الفتره هذه ديال هذا الاسبوع، يعني قررنا مع بشراكه مع الجامعه الملكيه المغربيه اننا ندمجوا عناصر يعني من مختلف العصاب ديال المغرب، وفي يعني في اطار الاحتكاك مع المنتخب الوطني، منها اننا نقدروا نكتشفوا يعني لاعبين جدد اللي يقدروا انهم يندمجوا مع المنتخب المغربي، وهذا في اطار يعني السير برياضة الجودو إلى الأمام، ويعني في يعني بالنسبة حتى للعصب أنه يرتفع المستوى ديال اللاعبين ديالهم، وأننا نسيروا يعني برياضة الجودو إن شاء الله المستوى العالمي. احنا في معسكر تدريبي ديال المنتخب الوطني جونيور سينيور. الهدف من هذا المعسكر وهو بريباراسيون لي كومبيتيسيون اللي جايين إن شاء الله. بالنسبة لهاد الابطال اللي التحقوا بنا من جميع العصاب المغربيه، يعني الهدف منه هو الاحتكاك مع افراد المنتخب الوطني، وان شاء الله يتقاسموا معهم التجربه ويعيشوا معهم الاجواء ديال الستاج، وان شاء باش يكونوا ان شاء الله تهما في المستقبل ان شاء الله يكونوا تهما من الركائز ديال الفريق الوطني. في اطار استعدادات ديال المنتخب الوطني للكبيرات الاستحقاقات الوطنيه والدوليه المقبله، الجامعه الملكيه المغربيه بالتنسيق مع الاداره التقنيه المغربيه قامت باستدعاء البطلات من مختلف العصب المغربيه، اولا للاحتكاك مع العناصر الوطنيه الفريق الف، وثانيا اجل التنقيب على البطلات لدعم المنتخب الوطني اللي يكونوا ان شاء الله في المستقبل واجدين.